سلام الحبايب ديالي العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي امين. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الغداء ديالي، وغادي نشارك معكم واحد الوصفه كتجي زوينه بزاف، البطاطا في الفران غادي تستغناو على الفريت. وهنايا البنات كنت كنوجد الغداء كما قلت لكم، غادي ندير القطبان تاع اللحم، غادي نحتاج الشرموله، هذه على طريقتي وكل واحد وطريقته، ولكن كتجي بنينه غير جربوها. غادي نحتاج واحد البصله كنت كنحكها في الحكاكه، وغادي نحتاج 3 فصوص نتاع الثومه والقزبر والمعدنوس، وغادي نحتاج في التوابل البنات او العطريه معلقه صغيره نتاع الابزار وجوج معالق صغار نتاع الخرقوم او الكركم، وغادي نحتاج واحد معلقه صغيره نتاع الكمون والملحه حسب الذوق، ومعلقه صغيره نتاع الثومه بودره، ومعلقه كبيره نتاع الصلصه نتاع السوجا، ومعلقه كبيره نتاع لا موطارد كيعطيو البنه للحم. وغادي ندمج مزيان هاد الشرموله، وغادي نضيف عليها اللحم، وغادي نحتاج شويه نتاع الشحمه البنات باش كطلق البنه في القطبان، لحقاش فيه غير اللحم وصافي، ما فيش كاع الشحمه باش يجي لي القطبان يجيو بنان. وخليكم معايا مع الفيديو حتى الاخر وتشوفوا التفاصيل. غادي نحتاج الوصفه البطاطا، غادي نغسلها مزيان البنات، وغادي نضيف على هذاك الماء باش غادي نغسل البطاطا الخل باش يعني كتغسل مزيان، وصافي غادي نقطع على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغادي نردها غادي تسلق 10 تاع الدقائق وغادي نرجع معكم. خليت البطاطا تسلقات 10 تاع الدقائق وصافي، حيدتها فوق النار درتها في هذه الصفايه. دابا غادي نحتاج البطاطا العطريه او التوابل، غادي ندير معلقه صغيره نتاع الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره نتاع بابريكا او الفلفل الحمراء، ومعلقه صغيره نتاع الابزار والملحه حسب الذوق، وغادي نضيف معلقه صغيره نتاع الثومه بودره، وغادي نضيف المنسمات نتاع الزعتر ونتاع ازير، وغادي ندمجهم مع البطاطا، وغادي نضيف عليهم شويه نتاع الزيت النباتيه كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نردها في الفران. الفران ديجا راه شعلته على 220 درجه، درت له من الفوق ومن التحت، وصافي غادي نرد الطاو نتاع البطاطا غادي تطيب وكتجي بنينه بزاف، غادي تستغناو على الفريت، واللي يجربها يكتبها ليا في لي كومونتير.
ملي خليت البنات اللحم ترقد مزيان في هذيك الشرموله، دابا غادي نزيد عليه الزيت النباتيه وصافي، غادي نعمر اللحم في القطبان وغادي نردهم غادي يطيبوا. وخليكم معايا في الفيديو حتى الاخر.
البنات الغداء اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاع البطاطا وتجربوها، راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف. او اللي كتشهد سمح ليا، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. والى الفيديو القادم، خليتكم في امان الله، ديما استناو مني الجديد. بسلام عليكم.